جدا، احس اللون شويه راح. زين سؤال، المكان هنا حلو، شلون اقدر احل موضوع الكرسي؟ أني كمكان هنا يعجبني يعني، بس كقعدتي لا، غلط غلط. أني ذا يجرى عادي نفسي بصراحة. مو راح اخرب الغرفه اذا خليت كرسي وش اسمه. نشوف باكر، ترى عندي بطانيه هم، شوف ام دينم. اخ يابا لحظه، لك هذا الشاي. احس الاغراض راح توقع والله، تبه ما تنام. دي نبم هذا الجو، تدري من شنو هذا الجو؟ من الافلام، باو على فيلم مثلا. موسيقى من الأفلام، انت تباوع على فيلم يجي موسيقى النوم. لا افلام، ترى الكوميد ما اقدر اشوفه. ممكن سؤال ايش بيك؟ It's not strictly speaking legal. When we're asleep, our mind can do almost anything. Such as? أسألني ممكن أعرف إيش بيك عمار؟ قايد اسكت والله العظيم أبغى بلوك لو سمحت. إذا جاء قست بس وافقوا لي على القست. أقدر أخلي أحد مشرفين تقدرون تجيبون نكس؟ ما اقدر بعيد. الله العظيم حمودي، انا مطفي حمودي بالله عليك. قهوه من ايدك الحلوه. ها ايه، شيل هذا، شيل شاي مو قهوه، شاي قهوة شي.
مستحيل. شاي معقولة؟ شاي هاي قبل تدخن المدخنين يعرفون اول ما اصحى الصبح من اصحى الصبح اروح ادور على ريوق يعني لازم اتريق فبالبيت دائما الصبح على الاقل اتريق على مود بس اتدخن تخيل اتريق ريوق حلو على مود التدخين وبعد الريوق يابا من كثر ما هي حلوة جيجارة بعد الريوق تشرب جيجارتين بعدها والله العظيم بس تركتها خلاص بعد عفته من تقريبا من 2018 أنا أدخن قبل الريوق لا تتعود دير بالك صار بي مرة هيجي التدخين قبل الريوق دمار وخاصة إذا تتعود عليه أيوه بو أنا مرة تعودت جت فترة قبل الريوق تدخن أول ما تصحى من النوم شيش بيك دير بالك والله شوفوا بقولكم شغلة أنا مرتين تركت الجقاير أول من تركت كانت كل يعني بصراحة عاندت نفسي لما تركت الجقاير أول مرة ثاني مرة رجعت على التدخين يعني أخوي توفى يعني من هي تصرفي غلط كان بصراحة ما أنصحكم هاي التصرف بس تصرفي كان يعني غلط أخوي توفى الله يرحمه فمن القهر دخنت بس هذا تصرف غلط تتسوني شي مثلي يعني أنا كلش كنت غلطان يعني هذا تصرف غلط أبد فدخنت وبعدين تركت يعني تركت بصعوبة ها وبدبي تركت كان جايب تكة جقاير معايا بالليل دبيته وخلاص أول مرة لما تركت بأيما سنة قبل عرب آيدل فترة سنين شوفوا دخلت 9 سنين سنة 2000 إلى 2009 إلى 2009 2009 تركت الجقاير المهم تركت الجقاير بقيت على باليوم نص جقارة تخيل نص جقارة بس نص جقارة باليوم بقيت على نص جقارة باليوم تخيل وكان بصعوبة تدري انت 9 سنين وتشتهي الجقاير وما تقدر تترك كنت ادخن باليوم نص جقارة اقول يلا يجي فتيوم انا كنت بالشغل كنت تعلمت اوسطه مال سيراميك صرت استاذ بالسيراميك جبت اولاد خالي معاي يشتغلون ابن خالي استفزني قال لي انت راح تترك الجقاير انت اللي باليوم تدخن باكيتين تترك الجقاير قلت له والله اني تركت بس باقي لي نص باليوم نص جقاره قال عيني ما طول تدخن نص جقاره هذا ما راح تترك واتحداك اذا تترك الجقاير مستحيل قلت لا تتحداني قال اتحداك تترك الجقاير قلت لها يا اخر نص جقاره وهذاك يوم وهذا يوم تخيل هي موضوع صار موضوع عناد قال لي ها نص جقاره ما تقدر تتركها وراح ترجع ويجي حبط معنوياتي قلت لها يا نص جقاره اذا تشوفه خلصته زتيته قلت لها خلاص انتهى بعد هاي اخر جقاره قام يضحك وذكرته بعد فترة قال لي والله عندك قابلية قلت تدري من هذاك كلامك أنا تركت عندت قلت هذا شلون يقول لي أنا ما أقدر أترك ولا كان أدخن بيوم باكيتين بقيت على نص جقارة قال لي ها نص جقارة ما تقدر وراح ترجع هسه ما أطيق ريحته أكره ريحته خلاص بعد جماعة اشتغلوا هنا بالاستوديو
فكان يعني أنا شوية قلبي حنون زيادة، فقلت خلي يدخنهم خلي نشوف إن شاء الله ما راح أنزعج، يمكن جقايرهم خفيف. أباوع ثاني يوم انزعجت وصار عندي هنا مثل هذا، انزعج من التدخين. بعدين رجعت خابرت اللي وياه، قلت له لا يزعل أخونا، بس يعني إذا تقول له لا يدخن بالاستوديو هنا لا يدخن، لأنه صرت يعني دا أنزعج من التدخين صراحة. كان قلت من الأول، قال هم يشوفون نفاضة معناته أكو تدخين. قلت له خلي يعني ما يدخن، لأنه أنا ما أقدر، لأنه أنا بالأول قلت مو مشكلة خلي عدي، بس تأذيت يعني صرت صار يأذيني بصراحة، مو مثل الحساسية صار يعني تدري، لأنه أنا خلاص حنجرتي نظيفة ورئتي نظيفة، ففجأة أنه تدخين فيأثر، صار يبين يعني الفرق. اي والله هذا واحد هذا بكره كله نرتبه بعدين، ها ان شاء الله. اي هذا ما يصير هيك، بكره ننظف حتى انا يرتب هنا، لازم تنظف ان شاء الله. اوكي بكره تعال من وقت بكره. اوكي يلا بس طفي الاضواء وكل شيء كل. وردم استوب چیم چیم چین وردم استوب چیم چیم چین زينيابا فالحمد لله خلصت من التدخين هذا، يعني انا بالنسبه لي سويت انجاز والله. بس اكو شيء واحد اريد ارجع له، الرياضه، تارك الرياضة والله صار لي فترة. اي والله، وترى عندي اساس، ها الحمد لله عندي اساس، يعني انا مدرب مالي يقول لي عمار ما شاء الله يعني جسمك مو، انا كل فترة اترك وارجع باسبوع يقول لي ما شاء الله على طول يبين عندك الفرق، لانه عندي اساس. فبس باقي هذا انه ارجع للرياضة. راح تشوفون سنابات أنا قبل سنتين، سناباتي كلها بالجيم، عندي 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 سنابات شيل وزن وحركات والله راح أرجع إن شاء الله. الذاكرة العضلية عندك قوية. إيه الحمد لله والله، أنا يعني يقول لي كلش زين عندك. لو كنت أدخن قبل هسه الشاي إيما رياضة مفيدة. أنا الشيء حلو ما عندي بطن الحمد لله، ما عندي بطن، ولأنه شوف أنا لما أسوي رياضة بس أنا أكل قليل يعني صح، لما يعني أكل مثلا أنا ما أقدر بدون تمن، بس أكل مرات وجبة واحدة، يعني اليوم باليوم ما اكل وجبه واحده اليوم، بس شنو ما اكل رز تمن، احنا نقول تمن مرات دجاج مرات لحم حمر شويه، واكل وجبه واحده بس لي ثاني يوم. بس الرياضه لازم ارجع لها والله، لازم ارجع للرياضه، بس هذا باقي. يمكن راح ارجع هنا بدبي او بدبي او بقى في اربيل، مشكلة اني اروح وارجي، هذا مشكلة. لازم اني اتفق ويا صديق مدرب مالي، طبعا اخويا وصديقي روني شكد محترم، هذا مو بس مدرب، هذا تعرفت عليه هو صديق بالنسبة لي وكلش محترم ومؤدب، وكان يمرني تمارين من قلبه والله العظيم. كان مرات ينطيني أوزان أقول له روني، يقول لي خذ والله. فهذا مدرب معانا كان قايدة ويانا يومية، كنا نروح تخيلوا يوم اللي ما نروح
يعني نحسك وأضوج أقول لا اليوم ما رحنا. فالمدرب مالتي كلش كان يهتم بالتماريني كلش، يعني كان لو حتى عنده ناس يمرنهم كان يعني كان يخصص لي وقت. وهم صوته حلو، مرات يغني مرات يجي يمي أسجل صوته. أي فكير محترم والله. وهاي كم مرة يقول لي تعال ارجع تعال ارجع، بس راح ارجع شو راح اسوي يعني؟ راح اسوي راح ارتب راح ارتب انه اذا انا كنت باربيل كردستان راح انظم وقتي، اذا كنت في اربيل اتمرن مع روني المدرب مالي، وهنا من راح احجز قاعه. طبعا كل اصدقائنا يروحون، ميثم وحسام كامل كلهم فنانين يروحون نفس القاعة، حتى لو ماكو مدرب أنا أعرف كل التمارين. مو أنا صار لي سنتين ثلاثة رحنا فحفظت كل التمارين، هنا ما يحتاج مدرب. بس روني لا ما أقدر، أنا إذا في أربيل ما أقدر بدون مدرب مالي. أنا ما أعتبره بس مدرب، أعتبره أخويا والله. بس مصيبة ونسى يعني جد حلو لما انت تروح للجيم ويكون المدرب هو صديقك ويفهمك وكل شيء، ولا ويكون همينه فنان يعني يغني يدندن وياك، والله حماس فول والله العظيم. كنا نصور سنابات حركات. اي والله. فبس هذا والله باقي، والآن الجقارة تركته خلص. ترى أنا حتى والدي الله يحفظه ما كان متوقع أنه أنا أترك الجقاير، كان يقول أنت تترك الجقاير. يقول الحمد لله، ترى حتى أنا ما كنت مقتنع. تخيل يومية وعود كاذبة، شايف أنت بتوعد نفسك يعني؟ جت أيام ترى أنا تعذبت. تخيل انت تسع سنين تدخن وعود كاذبة. شنو وعود كاذبة؟ يعني يومية بالليل تقول يلا هاي اخر جقارة وتذب الباكيت، واقعد الصبح بس اتريق على طول على ابو البقال باكيت جقارة، اقوم ادخن اكثر. هي هاي وعود كاذبة. وثاني يوم نفس الشيء، اترك اجي ثاني من الصبح تشتهي جقاره تروح الى ما خلاص بعد انتهى. بس الحمد لله فكل شيء اراده. الحمد لله. كيف تركت؟ والله قبل شوي حكيت اخاف عيد السالفة يقول لك هذا بس عيد السالفة، والله حكيته بعدين. يعني اختصر لك الموضوع، هو تركت اخر نص خلاص. عناد طبعا همينا قبل ما
قبل ما أترك بفترة فتيوم صديقي قال لي أقول لك ليش إذا تريد تترك الجيجار أكو علاج ليزر، شايفين الليزر علاج؟ بس ما اقتنعت بيها كلها، ما يضرب هنا يتشي مثل الليزر هنا بالأذان، ما حسيت يعني فادني بشي بصراحة. ليزر على أساس علاج وأني خاصة اللزقة، أوف دير بالكم تستخدمون اللزق، قمت هلوس والله، هلوسة هلوسة في دبي. إيه إيه هذا كله ما فادني. شوف بالأخير أنا يعني بإرادتي يعني ليزر، ولك لزقة لزقة يحطون لزقة بنيكوتين على أساس تترك الجقاير، قسم بالله يعني هذا شت أخذه شت أهلوس. أنا ما شت أعرف الأول، أشوف أحلام غريبة، نفسيتي تغيرت، شنو هذا أثاري كله من لزقة؟ دمار هذا اللزقة، هذا بس بأوروبا موجود، دير بالكم تستخدمون. ما يفيد هذا دمار. هذا لو تدخن أحسن على أساس هو ينطيك نيكوتين، وإذا دخنت وانت حاطت لزقة ولكم قمت أهلوس، قمت أشوف أحلام غريبة، أحلامي كلها تأركض، هاني ركض والوحوش تلحقني رعب رعب، مو 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 حلم، هذا أحلام غريب، تركض وانت بمكانك والله العظيم. مثل هذا المقطع، ومقطع هذا المصري يقول احنا بنركض ليه؟ اكو مقطع يباوع هيجي يقول احنا بنجري ليه؟ مش عارف هو انت بتجري ولا انا. لزقة شنو تقصد؟ لزقة فتشي صفرة لونه بأوروبا موجود، تلزقي على أساس تترك التدخين، كلاوات والله إذا ما عندك إرادة ما يفيد. تصرخ وماكو صوت. زين سؤال أقولكم شغلة، أني متشت صغير كنت دائما أشوف كوابيس، شنو تتوقعون يعني؟ أني من أني عمري صغير إلى ما صار عمري جيت، يعني خاصة بعمر الصغير إلى لما كنت مراهق، يعني كنت أشوف أحلام كوابيس، وشلون أحلام كوابيس مخيفة والله العظيم. كنت أصحى من النوم وأني مختنق، تخيل الكابوس الحقيقي، تعرف شنو؟ لما أنت تحلم يجي واحد يخنقك، تقعد من النوم كأن هنا يوجعك، تحس إنه صدق واحد خانقك والله العظيم. ولك يا أفكر صغير أني، شو أفكر أني؟ كثر التفكير، يا تفكير حبيبي، ترى كنت بالابتدائية وكل شيء ما أفهم، كنت أروح ألعب وألعب كرة قدم ومتونس، يا تفكير، أجي تعبان أنام أشوف كوابيس، يا تفكير. أنت بهالعمر تفكر؟ بس جت فترة الحمد لله راحت، بس من كان عمري صغير. وأكثر كابوس يجيني من كنت صغير تكون أكون أنا بالسطح وأفتح الباب وأريد أنزل جوا وأشوف أهلي قدامي من الشباك، أناديهم وما يسمعوني، وأركض واني مكاني، وتحس انه اكو
يعني على اساس بالحلم اكو شيء يلحقك يعني يجي وراك وانت تريد تهرب من عنده وما تقدر وصوتك ما تقدر تصرخ تصرخ وما حد يسمعك واهلك قاعدين يجي يباعون على التلفزيون ولا هو دنيا الى ما اقعد من النوم واني مختنق مختنق والله العظيم يعني هذا جت سنين سنين ظليت هيجي طول يعني انا من اني صغير الى المراهقه لمس يعني عمري 16 17 سنه وبعدين راح مني هذا الشيء ما بقى من كثر ما اني كنت اشوف كوابيس خلاص قلبي صار حجر مرات كنت انام بالشغل بوحدي ومرات كان يجي ابو الشغل يقول لي انت مجنون يقول لي شلون تنام بوحدك هنا هيكل هذا حبيبي هيكل تدري شنو هيكل يعني هيكل شغل يعني انت نايم بهيكل وهيكل عمارة وانت بوحدك بالعمارة تنام ما تخاف من جني والله شت انام بوحدي ما شت اروح على يعني بيت قرايبي وهذا ما شت اروح لهم تخيل يعني والله العظيم بس شت انام بالسطح يعني الكوابيس كانت بس مزعجة بالنسبة لي من كنت صغير نوم السطح تخبل يا بشبي ما دول يرسلون قستات والله ما أحب أطلع قستات خلونا قاعدين بس يجي الله العظيم بس تطلع قست يقول لك يلا على الصدام والتقبيس والجولة وراح تخسر وتخسرني وخسرك و احلى نومه نوم السطح بس هسه وين نقدر ننام بالسطح هسه انا عجبني انام بالسطح بس بس احنا نسهر تروح تنام بالسطح صار فجر قبل ما كان يصير الساعه 12 حبيبي غصبا عنك القنوات تسكر الحلو بالقنوات انه هم اللي عودونا انه ما نسهر ليش حبيبي بعد 12 خلاص القناة صار أسود صار هذا خطوط الأحمر هذا أحمر أخضر أصفر ألوان يصير ويطلع صوت الصفير يعني خلاص روح نام أو يطلع نمش صوت النمش روح نام حبيبي روح تباوع ماكو قناة خلاص الفيلم مالتك طلع بالعشرة وخلاص بالاثناعش مجبور تروح تنام غصبا عنك تروح نام طبعا والله او يطفي الكهرباء ما تشوف لك كهرباء راح ولكم قبل كنا بس نسهر تعرفون شو وقت نسهر بس يوم الخميس على الجمعة يوم العطلة ويوم النسهر والكهرباء يروح المولدة يطفوها مدري بثنتين مدري بالوحدة يطفون المولدة ننتظر كهرباء العام يجي ونروح ننام أول ما يجي كهرب عام كهرب اجا ونشوف المحلة كلها ضويت والإنزال ننزل من السطح نقوم نطلع أو قناة أو مثلا جاي بلاي ستيشن أني أروح كنا نأجرها إيش عبالك عبالك تقدر تشتري بلاي ستيشن كان غالي بس شا عندي هذا السيجا منو مر أيام السيجا عندي سيجا وبعدها البلاي ستيشن كنا نأجره ونصحى لي الصبح ما ننام نطلع فلوسه نحلبه حلب لي الصبح وتجي أمي تقول لي ابني مو كافي بس دقيقة يوم بس دقيقة أخلص هذا الجيم يا أخي روح نام تروح الصبح ترجع ساعة 10 تروح ترجع البلاي ستيشن أبو المحل يقول لك أقول لك شو بلاي ستيشن حار تقول لا والله يعني ما هو طبعا حار يقول شنو أنت بشغل 24 ساعة
كان اكو العاب حلوه ترى. كان اكو لعبه كلش حلوه بس ما اعرف شنو اسمه. كان اكو لعبه بالسوني، مو سوني، سوني لو بلاي ستيشن 2. كان اكو لعبه تلعبون انتو اثنين سيارات جيمسي كبار وبالصحراء تتعاركون، وكل ما تروحوا مكان تاخذ لك اسلحه وتتعارك انت وصديقك وتلدقون ببعض، والشاشه منقسم نصين، صديقك بهالجهه وانت بهالجهه، وتمشون الى ما تلقون بعض وتضربون بعض بالصواريخ. شنو اسم اللعبه هذا؟ يا اخوان منو احمد شرفكم ما اصعد قستات والله. هذا احلى لعبه كانت والله. تدرون لو هسه هاي اللعبه يجددوها حلوه والله العظيم، هسه لو يجددوها العبها. المفروض هاي اللعبه تتجدد على بلاي ستيشن 5. تجنن هاي اللعبايه، وكنا ندور على بعض، باو عيد شي ادور على صديق، يعني انت اضرب صاروخ ويهرب. مو حرب الشوارع، لا. كان اكو لعباية همنا ختمتها مرتين، نسيت اسمها. كان ذاك اللعباية قوية، كان اسمه حرب ال حرب. اللعباية كان حلوة ترى، ها كلش حلوة، وكانت يعني كانت كلش مجسمة وقوية كانت، وكان بي مراحل. واخوان احمد منو؟ منو احمد اخوان؟ منو احمد؟ حبايب والله مع احترامي لاحمد سلمولي عليه، بس والله دا سولف ويا المتابعين، خلوه باكر عوف القستاذ بشرفكم. وين مدى يبعث لي؟ سلموا لي عليه كثير كثير، انا ما